A few moments later. فينتم معكم يسكر من فيديو جديد. صباح الخير عليكم. دابا شحال الساعة؟ دابا 7:04 ديال الصباح. كتبان وكتبان ان شاء الله ما عرفت. دابا مو 7:04 ديال الصباح. هذا هو الوقت ديال الفطور ديالي. ملي كنكون قاري ما كنكونش قاري، ملي كنفيق كنفيق مع 6 الصباح كنكون قاري. دابا البروغرام ديالي كيفقى ما كنقدرش نبقى ناعس بزاف، حيت كنحاول نضرب 3 غوبا ولا 2 غوبا من 7 الصباح حتى كاع تكون 2 العشيه. كنضرب 3 غوبا قبل ما نمشي لاصال باش يبقاو لي 2 غوبا مور لاصال باش دغيا نزرب عليهم دغيا ناكلهم. ونوريكم الغوبا ديالي. المهم فيما تشوفوا اللي كنفلوكي في الكوزينه غتعرفوني باللي كنوجد لكم شي غوبا اللي يزيدكم في الوزن. غادي نحاول ندير اخر فيديو ان شاء الله، ماشي اخر فيديو لكن لزياده الوزن، حيت كاينين الناس طالبوني تما بزاف باش اللي باغي ينشف، اللي باغي ينقص من الوزن باش ما يكعاوش. هذا تما اللي باغي ينقص من الوزن. اول حاجه قبل ما تبدا الفطور ديالك يكون المعده خاويه، حاولوا تاخذوا كاس ديال الماء كيف كندير انايا. غنقول لكم علاش. كاس ديال الماء كيحيد لكم السموم، داكشي اللي بقى من الماكله، داكشي اللي كليتو من البارح. حاولوا تبداو بكاس ديال الماء عاش اتاكيو الغوبه ديالكم. نوريكم هنايا دابا شنو عندي في الغوبه. اول حاجه عندي هنايا بان كومبلي، عندي 4 ديال البان كومبلي، عندي هنايا 4 ديال البيضات، وهنا عندي الشوفان. الشوفان ما كنستغناش عليه، بعد ما كيتفرج فيا راه عارف. صافي الشوفان نعبر هنايا شي 100 غرام ولي اللي كنبدا به هنا. وعندي هنايا اخويا شويه ديال العسل. هادي هنايا الدراري، هنايا 4 ديال البيضات. اول حاجه انا كندير كنطيب زيت ديال العود، هو اللي كنصحكم به. نديرو هنا في المقله، شارب البيضة من بعد ما سخن الزيت شويه كلها اليوم 4 ديال البيضات. هادشي والله تيسهل والله، اللي مباشر غلط اللي مباشر غاد على الصباح كاع. انصحكم الدراري اللي عندهم المقعد الطيفه لما تحاول دير ليها شي حاجه بحال هكا موز ولا شي برشيط راح تقشر وتخرج في الويده ديالك. حاول دير شي حاجه رطبه صافي، وبقى تحركها على الريم شويه للسقف. كل واحد كتجي عند الوالدك تشوفني كناكل البيض على الصباح كل نهار، وراه ما مدرش الدراري ما طرا ليكم والو. دابا جايه 3 سنين وانا كنفطر بالبيض وانا باقي ما طرا لي والو، باقي حي. وحاولوا تخلوا الصفر ديالو، الكوليسترول اللي فيه راه مزيانه. صافي البيض انا ملي كنسالي كنزيد عليه شويه الكمون وشويه ديال الملحه صافي. وغادي نشعل هاد المقله، غادي نحط لي طون شوية تقربلو. صافي البيض راه طاب، غادي نحيدو وانا نقلب عليها. بغيت لي هنايا البوطا قليلة، ما فطرت غير غدا بالليل. شعلو هادي عندكم تنساو لي طاس وتحرقو ليكم عشوية ندير هنا أكلة بيتة زوينة بالله كاع باش تنوع مزيان. تقدر دير البيض الشوفان بوحدو البيض لي طاس بوحدو. وما أنا كنحاول ملي كنفق كنحاول نطلع من الكارب كندير لي طاس كنزيد عليهم الشوفان. صافي ملي وجدت البيض وجدت لي طاس درت الما يسخن شوية باش نطيب بيه الشوفان. شفتو غنتسنى يسخن واحد شويه ونوريكم كيفاش الطريقه ديال التحضير ديال الشوفان ديالي. من بعد ما سخن في الماء خد شي طبسيل بحال هكا شي لعيبه غارقه، كبوا شويه ديال الماء و
اخوي اليوم الشوفان صافي هادشي دو شي طبسيل فحال هكا ودرقوا الشوفان علاش باش يشرب الكلمه ديالو باش يشرب الماء دغيا صافي تسنيت الشوفان واحد 10 دقائق فحال هكا ديما شرب الماء شنو نزيد نزيد عليهم شويه ديال العسل صافي نشد مع الخوان نحرك هادشي البيض هنايا راه وجدتو درت فيه لي طوس داكشي ناضي الشوفان ناضي هذا هو الفطور ديالي انا ونتمنى يكون عجبكم حاولوا تفطروا فحال هكا ويكون فطور صحي وفطور اصلا ما يكونش تكلف لكم بزاف انا عندكم 4 دراهم ديال البيض لي طوست كناخذ باكيه دايره فحال هكا 10 دراهم وفيها شي على الاقل شي 14 حبه الشوفان داير شي 14 درهم حتى هو كيدوز لي شي 15 يوم فحال هكا بلا ما تبقى تفيق وانت اصلا كتنوض كانف ما عرفتش شنو تاكل تمشي تضرب ضربيه مسمن وكرواسطه داكشي اللي غنديرو غير شي حمه وهذا هو الفطور ديالي كيف شفتو ونتمنى يكون عجبكم الفيديو ما تنساوش جيم ابوني ابوني هو الدري وخليو لي لي جيم خليو لي الكومونت المواضيع اللي بغيتي ندوي عليهم ان شاء الله الفيديو الجاي يكون في ديال التنشاف وكيفاش دير كيفاش تضعف وان شاء الله نوصلوا ل 10000 ابوني فيكم ونتمنى ولينا عائله واحده ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.